ها قد وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي الآن إلى ممشى مطار القاهرة الدولي، متوجها إلى الطائرة الملكية البحرينية ليكون في استقبال العاهل البحريني جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة، إذانا ببدء هذه الزيارة خلال الساعات المقبلة. بعد قليل يتوجه الزعيمان إلى قصر الاتحادية، قصر الرئاسة، لبدء مباحثات مهمة على المستويات المختلفة والحديث الودي في جانب منه، كذلك هو حديث عن موضوعات مختلفة ومضطردة في العلاقات المختلفة والمجالات المختلفة.